السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة عاملة لكم جولة جامدة في سوق ليبيا، وهقول لكم كمان على كل الاسعار اللي موجودة فيه، واسعاره حلوة ولا لأ، وهو موجود في ايه اصلا في سوق ليبيا، فهوريكم كل حاجة. دلوقتي احنا في الجانب الموازي لسوق ليبيا، زي ما انتم شايفين كده انا لسه ما عديتش الطريق. سوق ليبيا قصادي هناك اهو، دي محلات كده كتير كده بتبيع ملابس، في محلات ملابس وفي محلات بتبيع الشوز اللي هي الجزم والشباشب والحاجات دي، وفي محلات برضو بتبيع حاجات البحر، شراط وشبوهات وكده. لسه دلوقتي احنا ما رحناش لسوق ليبيا، زي ما قلت لكم انا لسه قدام السوق بالظبط. الاسعار هنا حلوة قوي، يعني الاسعار رخيصة واسعار حلوة، يعني هي مش رخيصة قوي قوي بس هي حلوة، يعني الاسعار كويسة. اسعار الشباشب حلوة، واسعار في كوتشيات وفي حاجات اسعارها كويسة. كنا واقفين كده بنتفرج على الشباشب، ويعني احنا مش شرناش حاجة اول مرة، اول مرة قعدنا نتفرج كده بس ونشوف الاسعار ونشوف اخبار سوق ليبيا ده ايه وكده. يعني الحاجات هنا حلوة. او شوف الفستان ده اللي بيتلبس بتاع البحر ده، بيسأل لنا بكام يا جنة؟ 90 جنيه تقريبا، ده 90 او 80 مش فاكرة، يعني في الحدود دي. والبتاع الفستان ورا ده ب150 جنيه، والفستان ده انا كانت عايزة تجيبه برضو ب150. زي ما انتم شايفين كده احنا هنعدي، هنروح سوق ليبيا. عدينا سوق ليبيا ورايا اهو، زي ما انتم شايفين احنا عدينا الطريق. خليكم معايا بقى هوريكم هو ايه اللي في سوق ليبيا، لان انا كنت بسمع كتير عن سوق ليبيا بس ما كنتش اعرف هو في ايه، عباره عن ايه يعني، وهو عامل ازاي. فخليكم معايا. الناس اللي متابعاني بقى حطوا لي لايك، الناس اللي مش متابعاني وبيتفرجوا عليا اعملوا لي اشتراك وفعلوا زر الجرس، عشان اول ما انزل فيديو يجي لكم اشعار مني، وهنزل لكم جولات كتير وحاجات كتير. ده اول محل انا دخلته. تعالى قولي انواعه بقى، قولي انواعه. تفاحي 30، كلمات وسط 20، عزيزي اللي هو سيوي 25، اسباني الكبير 40، كلمات الكبير 25، ده اسباني ده 25. ممكن ادوق ده؟ تفضل. شوف انت عايز ايه، هتحتفظ الهواء. قولي بقى اسعار زيت الزيتون. زيت الزيتون في، طب استنى استنى اديك الهاتفون. في حاجه زي درجه اولى. ده كام؟ قول تاني بقى ده ايه؟ ده زيت زيتون عصر على البيت درجه اولى، عامله 120 جنيه. تمام. في منه ازاز حاجه زي ديت، كيلو بيعمل 130. بيك؟ اه زيت زيتون بيك صح؟ على البارد. تمام. وعندي برضو شركات عجيبه بيعمل 100 و140 كيلو ونص، بيعمل 75. في الصفيق وفي الازاز وفي سيرو. امال ايه اللي تحت ده؟ ايه اللي الجاكيت هي دي؟ ده زيت زيتون شعر. وايه ده؟ 25. حلاوتك الناس بيصوروك جميل. اللي فوق العلبه، العلبه دي سي بي سي، جوز هند ماليزي. وايه ده جوز هند ماليزي؟ دخل ممكن. عامل كام بقى جوز هند ماليزي؟ السي بي سي دي هتعمل 60، ده الاصل. قد ايه وزنها؟ نص كيلو. منور اجيبه. ما عطارة الهواري، عطارة الهواري. ده كارت، ده كارت يا ميشو. مرحبا والله، مطروح عرب مطروح. اهلا والله بجد بجد، اطيب ناس شفتهم في حياتي. الله يبارك لك والله، اطيب ناس بجد. شرفتونا ونورتوا سوق ليبيا والله. نورت سوق ليبيا. شكرا. كده بيكبروا ايه؟ شفايف. بيكبروا الشفايف؟ وضغطي ده بيحطوا كده سكريب. مسكين احمد، بتحط تحت العين. خلي بالك منه، بصي دواره دي بتحط تحت العين مستويه. اساليها لحجر البحر. هاي يا جنة، اه تعالي اساليها لحجر البحر. والله عندي. طب بس اساليها لحجر الوشك ده اللي مقشر ده. اساليها يا جنة كده الوشها عشان البحر، عشان البحر. ده ماسك؟ لا يا جماعة، ده مرطب للبشرة، مرطب للبشرة؟ يعني ينفع بعد ما وشها باص كده؟ ده بتغسل بيه وشك بعد البحر، بيهدي الوش. زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة الأسعار جامدة، الأسعار رخيصة قوي.
زي ما انا اوريكم كده اسعار الزيتون والاعشاب هناك برضو كتيره جدا، واسعارها رخيصه قوي، رخيصه عن اي محافظه تانية وعن القاهره. ده انا بقى كل ما تشوف في اكسسوارات تروح على الاكسسوارات تقعد تتفرج وكده، وكانت بتشتري حاجات برضو خواتم وحاجات من دي. اول ما تشوف التوك، انتوا عارفين البنات بقى التوك والاكسسوارات والحاجات دي بتجذب انتباه كل واحد في سوقه بقى. شريف راح يتفرج على التيشيرتات واشترى من هناك تيشيرتات، تيشيرتات برضو اسعارها حلو، هي مش حلوة قوي بس انتوا ايه حاولوا ان انتوا تفصلوا، هما بيفصلوا عادي على فكرة. وعايز اقولكم على حاجة، ان سوق ليبيا عامل زي زنقة الستات كده في اسكندرية، اللي راح اسكندرية وشاف زنقة الستات وعامل زيه كده، يعني كلها اماكن صغنونة، هو المكان اصلا صغنن ولا معرفش كبير ولا ايه، وده حاجات جوه حاجات داخل حاجات في قلب حاجات، يعني بس كله كل... زيوت وزيت زيتون بس الاسعار رخيصة. بصوا شورت البحر ب35 جنيه، وفي هنا حاجات فساتين اهي صغنونة ب75 جنيه، وحاجات ب20 جنيه، وحاجات يعني رخيصة رخيصة قوي، يعني حاجات اسعارها حلوة، يعني ممكن تشتروا من هناك تبضعوا كده وتجيبوا هدايا بقى لحبايبكم، وتجيبوا حاجات حلوه من هناك كتير. واللي عايز اي حاجه بقى يروح سوق ليبيا، بصراحه اسعارها حلوه قوي، اسعارها عجبتني. هقول لكم عيوب بقى سوق ليبيا، وسوري بقى الناس اللي في سوق ليبيا بيتفرجوا عليا هنا. ده بص ده ب30. عيبه ان مثلا ايه، يعني محلات العطاره المفروض كلها تبقى جنب بعض، محلات مثلا الاكسسوارات تبقى جنب بعض كده، لكن كل شويه لو محل عطاره جنبه محل اكسسوار، في وشه محل ملابس، ويعني مش منظمه شويه. بس هو حلو، يعني هي حلوه، بس انا بصراحه ما بحبش الزحمه، هو كان زحمه قوي، بيبقى زحمه بالنار، ما بيبقاش زحمه، عشان احنا شفناه احنا رايحين القريه، هو في طريق القريه البدويه ده طريق السلو، فكان مش زحمه قوي كده. بالليل بقى كان زحمه زحمه زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه الناس اللي ما بتحبش الزحمه انصحها ان هي ما تروحش سوق ليبيا بالليل، تروحوا بالنهار. اكتر حاجه في سوق ليبيا العطاره، وجد العطاره. بصي صور اللفته كده، الرحماء اشهر عطاره في سوق ليبيا كلها وفي مطروح كمان. اهم حاجه الاسعار، اسعارها ست كل، عندك 7 بهارات دي بتبدا من 120 على حبهان، وعلى جوز الطيب، وعلى ليمون مجفف، وعلى كباب صيني، وعلى زر ورد، وعلى روزماري، وعندك بهارات الفراخ برضك عامله 80، وبهارات اللحم عامله 80، وبهارات السمك عامله 80، والشطه الاسوان عامله 60. تمام. وعندك الفلفل الزيتون بقى، زيت الزيتون احنا مع عطارتنا ست كلها عطاره الرحمن برضك اليافطه اهي، ده زيت الزيتون خام وبكر معمول يدوي. بكام بقى؟ ده عامل 100 بس. طب هو قد ايه؟ كيلو. كيلو ب100 بس؟ كيلو ب100. تمام. زي ما شفتوا كده جميعا، اكتر حاجة هناك محلات العطارة، وعندها حاجات زيت الزيتون زي ما شفتوا قال لي كيلو ب100 جنيه، وهم اللي بيعصروه على البارد، وفي انواع كتيرة من زيت الزيتون، وفي برضو منه للشعر، وكل حاجة على فكرة هناك رخيصة، سواء الزيوت او التوابل او الحاجات دي، واصلية كمان، وريحتها طالعة بقى فايحة بقى حلوة قوي يعني. فاللي عايز يشتري عطارة وتكون كويسة يروح بقى في المحلات هناك في سوق ليبيا، حاجات جامده والحاجات رخيصه. اسعار العاب الاطفال، لعب الاطفال اسعار عاديه بصراحه، يعني مش رخيصه، اسعار عاديه. ده كان بيوريني حاجه بيقول لي شميها، المشكله كل ما تروح هناك حد يديكوا حاجه يقولوا شموها، بس اقعد شموا زي ما انتم شايفين كده. وكل حاجه اصليه زي ما انا قلت لكم، واسعارهم حلوه، اسعار التوابل حلوه قوي. بالنسبه للعب الاطفال زي ما انا قلت لكم ان هي عاديه، يعني مش رخيصه، يعني ما عادش حاجه اصلا رخيصه. اسعار اللبس بقى عجباني قوي لانها بصراحه رخيصه، يعني في حاجات في لبس كتير هناك رخيص، وزي ما انتم شايفين كده قلت لكم عامله زي سوق زحمه الستات زي ما انتم شايفين، المحلات كلها بقى جنب بعض، وفي طرق صغننه ما بينهم كده ان انتم تعدوا منها. بس هناك الناس بصراحه اللي هم بتوع مرسى مطروح طيبين قوي ومحترمين وناس كويسه، وزي ما قلت لكم ما تروحوا السوق هناك فاصلوا، قال لكم الحاجه دي بكذا قولوا له لا بكذا، فاصلوا يعني على قد ما تقدروا، الناس اللي بتعرف تفاصل تفاصل، وهما بيفاصلوا على فكره، في ناس بترضى وفي ناس لا، يعني مش كله. فهفرجكم بقى على بقيه السوق اهو، انا ما رفتش كتير لان كل ما اطلع من مكان يطلعني على مكان كده، يعمل زي زن ستات زي ما انا قلت لكم. وبشكر جدا كل الناس اللي متابعاني، الناس اللي مش متابعاني بقى اعملوا اشتراك عشان ان شاء الله عايزه اوصل ل1000.
وهقدم لكم برضو فيديوهات كتير. وعلى فكرة انا عملت لكم جولات كتيرة في مرسى مطروح، عملت لكم جولة في كهف الملح وفي القرية البدوية، وعملت لكم جولات في شاطئ الغرام وشاطئ الليدو وكل الشواطئ اللي احنا رحناها. احنا رحنا شاطئ كتير، كل يوم كنا بنروح شاطئ وبنروح مكان بالليل. فعملت لكم جولات كتير، فاللي مش متابعني يروح بقى على القناة بتاعتي وهيلاقي كل الحاجات دي موجودة، يعني في هيلاقيها على مرسى مطروح جولات كتيرة جدا. ولسه هقدم لكم فيديوهات تانية، فتابعوني وخليكم معايا بقى وحطوا لي لايك. زي ما شفتوا كده احنا خلاص ده اخر السوق كده، كنا بقى اتفرجنا وشبعنا بقى فرجة ولفينا السوق، لفينا كتير جدا. هو السوق من قدام كده تحس ان هو صغير، بس من جوه بقى لما دخلنا لقينا فيه محلات كتير وحاجات كتير. زي ما قلت لكم الاسعار حلوه ورخيصه، والسوق بصراحه ربنا جامد وحلو قوي. اعملوا حسابكم بقى لما تيجوا تبقوا تاخدوا بقى هدايا كده لاصدقائكم وكل اللي انتم بتحبوهم من سوق ليبيا، والحاجات اللي انتم محتاجينها برضو ممكن تيجوا تشتروها من سوق ليبيا. واسعار المايوهات فيه حلوه، يعني لقيت الاسعار رخيصه خالص عن شارع اسكندريه. الاسعار هنا ارخص من شارع اسكندريه بكتير وارخص من اماكن تانية احنا رحناها. ده بقى بعد ما عدينا سوق ليبيا ورانا، فاحنا كده عدينا نفس المكان اللي احنا كنا جايين منه، اهو سوق ليبيا في وشنا. كنا مستنيين عربيه، الفستان ده جنة كانت عايزه تجيب زيه، بس كانت عايزه تجيبه صغنن شويه ما لقتش مقاسها. البلوزه اللي قدامكم دي يا جماعه كانت ب65، والست اللي ماسكاها دي برده يعني ايه اقل من 100 جنيه البلوزات دي، وخامتها حلوه على فكره. زي ما قلت لكم الاسعار هناك جامده. بصوا بقى جينا ده شارع العوام على فكره بالليل، واللي ما شافش الحلقه بتاع شارع العوام يروح يشوفها. وده نهايه الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك.